فمن الأسئلة اللي جت السبت اللي فات كان من حسن أحمد، وبيسأل حضرتك عن علاج السيلوليت، وبيسأل هو أصلا وراثي يعني السيلوليت ولا بيكون ليه أسباب أخرى؟ طبعا بيبقى فيه العامل الوراثي، بالإضافة طبعا الوزن الزايد نتيجة الأكل والكلام ده بيزيد. طبعا الرياضة مهمة جدا، لكن دلوقتي في أجهزة حديثة خالص نزلت بتبقى زي جلسات كده من الخارج بتفرق قوي معاهم. طيب نسال بقى على الجلسات، لانه كتير بتقول لك ده حاجه تجاريه ونصب وما فيهاش انا سمعت إفكت. الكلام ده كتير ان هو مش افكتيف، وحتى لو مش بيروح تماما بس الوضع بيتحسن. وهل هي سايد افكت مثلا مضره بعد كده ولا لا؟ عشان الناس برضو احيانا بتكون متخوفه. لا، في احد الاجهزه الحديثه اللي دخل مصر يعني من حوالي شهر. اوكي. ده حاجه قريب قوي. ده جهاز جديد وده بيجيب نتائج كويسه جدا. كويسه بنسبه 80% مثلا. ما هو بص، مفيش حاجه اسمها 100% في الحياه يعني. صح. كل حاجه يعني يعني مفيش شيء اسمه 100% كمان لا واحده، فانما احسن حاجه. لان في ناس بطلب منهم يمارسوا رياضه يقول لك مش قادر. طب لو حد بيمارس رياضه وسنه متقدم شويه وبدا يعالج السيلوليت بالجلسات دي، تجيب نتيجه معاه ولا كل ما بتتاخر بتبقى؟ يعني الرياضه مع الجلسات طبعا بتبقى هايله. طبعا. وفي اي سن يبداها يعني؟ ونيفر هو أيوه جاهز. أي أو حتى الوزن الزايد يعني. مثلا الناس اللي عندها بطن كبيره اماكن كتيره برضو بيجيب نتيجه. طب ده حلو جدا جدا. طب في حاجات انا سمعت عنها بتبقى زي مثلا مساج وحاجات كده، هل ده افكتيف برضو ولا اي كلام؟ اي كلام. لا غير مؤثر. متوقع. على فكره بمناسبه السن الكبير والرياضه، هي الرياضه اساسا مطلوبه للسن الكبير. صحيح. والرياضه مش معناها ان انا اشيل حديد. بالظبط. لا، امشي. صح. يعني انا هبص حضرتك، لو انا بمشي نص ساعه يوم بعد يوم بس ماشي، بس لازم كل يوم خبر ابيض على التاثير بتاعها. أيوه. على الدوره الدمويه وعلى جميع اعضاء الجسم وعلى الجلد وعلى الشعر وعلى كل حاجه. كل يوم نص ساعه؟ لا، يوم بعد يوم. طب يوم ايه بعد الرساله اللي حضرتك توجهها للناس اللي بتيأس وتقول لك يعني لما شاب ودوك كتاب انا حاجه على السن ده وابتدي العب رياضه كنت لعبت وانا صغير، تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان ده اهم من الادويه. ليه؟ الدواء غالي، بدفع فيه فلوس، له اثار جانبيه، وعمر الدواء ما بيكون حلو، الدواء مر. المشي ببلاش، النتائج بتاعته اقوى من الادويه، وفي نفس الوقت بيديه ثقه في النفس. انا ما بعمل رياضه دايما، تبص الانسان بعد ما بيخلص ماشي كده يعني انرجيتك ومنور كده. صح. وبتدي امل. فطبعا الرياضه او المشي افضل كتير جدا من الادويه. على فكره الكلام ده مش بتاعي، ده دراسات علميه معموله. يعني ده العالم كله بيعمل الكلام ده دلوقتي.